سوقي كتاب ندى السيد والسيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الشعري يناديك هل من مجيب؟ أتهضب نعم بقرأ لك فتحت فتحة وعلى نيتها وشوف شنو طلع طلع أهل الكساء اليوم احنا 5 محرم 1443 3/8/2022 تقول للنداء أصحاب العباية أيوة والله سميتها شاعرة أهل البيت وأهل البيت دولة أهل الكساء عليهم السلام شعر ندى السيد هاشم السيد أحمد الرفاعي بحر الرمل تقول الرمل انزه الفضل وزان الشرفاء إنما مجمعه أهل الكساء من بقرآن عظيم ذكرهم وحديث من بشير الأمناء من كسى الطهر عليهم سابق جلل النور سماهم والثناء هم ملاذ للبرايا ملجأ ووفاء من شرور وابتلاء هم شموع زينب درب الهدى زينت درب الهدى فاستنار الكون منها بالضياء بلسم للجرح هم والله بل للبرايا هم شفاء ودواء باتباع المصطفى قد كلفوا بعد تشريف لهم بالصفاء فرسول الله بالحسنى أتى صاحب المعراج في أعلى سماء رحمة الله إلى نور الورى ناصر الحق نصير الضعفاء فأليهم سار دربي وانتهى حبهم خلاط روحي والدماء حبهم فرض على من يبتغي حب طه بهذا الشرع جاءوا حبهم من حب حبه من حبهم عين الرضا إنهم أهل المعالي والسناء عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها ائتني بزوجك وابنيك فجاء بهم فألقى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء كان تحتي خيبريا أصبناه من خيبر ثم رفع يده فقال اللهم إن هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدي وقال إنك على خير لأبي يعلى في مسنده وللديلمي في مسند الفردوس أي بس في الرواية أنه قال لها بلى قالت أنحن من آل بيتك قال بلى صح قالش نعم عليهم السلام لأن بلى إذا جاء جواب للنفي هنا استدل النحاة على أنها جواب الإثبات صح إيه. هم كبار القوم تكمل شعرتنا ندى السيد هاشم والسيد أحمد الرفاعي لأختي هم كبار القوم من صفوا التقى فهنيئا آل بيت ذي اشتباه اشتباء حق للشاكر منهم نعمة من كريم أن يباهي بالعطاء من له جد كجدي المصطفى أحمد المختار خير الأنبياء بعدين تقول عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد بأب عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم أخرجوا أحمد في المناقب هذا الحديث نعم عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ولد أب عصبتهم لأبيهم ما خلا فاطمة ولد فاطمة فإني أنا أبوهم وعصبتهم رجوه أحمد في المناقب هذا الحديث ورد بهذه الرواية وورد برواية أخرى هي كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال السيوطي في الجامع صغير حديث حسن وذكره الهندي في كنز العمال والهيتمي في مجمع الروائد قال رسول زوائد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل بني أب عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة فأنا ونيهم وأنا عصبتهم وهم عترتي خلقوا من طينتي ويل المكذبين بفضلهم من أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغض الله الحاكم في مستدركه وابن عساكر عن جابر وهذه قصيدة عندها قصايد سيدنا الإمام علي بن أبي طالب يا ندى لقد أبدعتي ونشكرك وأين موقعك للي يبي يحييك يا بنت فاطمة وبنت السيد اللي يعقوب الرفاعي والله شقت شقوقه هي ندى ما تخيط في الشعر
هاي كل كتبها مو واحد. اه صلاه هاي كتبها صلواتي ديوان عم بيعزهر مصطفى وطني الذي احب الزهر بيع الزائف كاد المعلم كله ورسوله بيعسين الشعر حديقه رابطه العتبه. وين موقعك يا ندى؟ ندى شنو معناته؟ ندى الكرم. شنو هو اسم مصري ولا عراقي ولا شامي؟ لا 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 لا, لا. الندى اصلا هو ما ينزل على سبحان الله قبل طلوع الشمس. الله انزل على الجام. اي لا الزروع احسن. الله فديه بيبقى قبل. ولذلك ربنا قال فإلا من يصبها وابل فطل. فطل هو الطل يعني فطل يكفيها. الله لخصوبة اراضيها تجود بالثمار ولو بالندى اللي بينزل. سبحان الله يا ندى فعلا اسم على مسمى.